في برنامج كل يوم حديث. النهاردة هنتكلم عن حديث من الأحاديث المهمة جدا، وهو حديث قدسي، يعني عن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن خطر الرياء وطلب السمعة بالأعمال الصالحة. الحديث منسوب لسيدنا أبو هريرة وليه إسناد طويل جدا طبعا، وليه قصة كبيرة مش هنتناولها دلوقتي، لكن هنقول متن الحديث. متن الحديث إن سيدنا أبو هريرة بيقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد يقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتد في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئا فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما أتيت؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلانا جوادا فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيل الله فقتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال أن فلانا جريء فقد قيل ذلك. ثم ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. إلى هنا انتهى حديث سيدنا أبو هريرة وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الثلاثة دول اللي هم القارئ أو المتعلم أو اللي معاه شهادات، والتاني الراجل اللي اتقتل في سبيل الله، والتالت اللي معاه ماله بيتصدق بيه. طب ايه اللي وداهم النار؟ ان هما كانوا بيعملوا كده رياء، طلب ان الناس تشوفهم هما بيعملوا كده، ان الناس تتكلم عليهم وهما بيعملوا كده. ودي السمعة، وفي فرق كبير جدا بين الرياء وبين السمعة. الرياء ان انت بتعمل عشان الناس تشوفك، والسمعة عشان الناس تتناقل أخبارك وتقول عنك الصفة دي. وطبعا ده بيبقى مش حقيقي يعني في أغلب الأوقات، وممكن نضيع اللي هو حقيقي ان انت تدخل فيه الجانب ده. يعني ممكن تبقى بتعمل حاجة لوجه الله بس انت حابب ان الناس تعرف. طبعا ده مش اللي تعلمناه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا الإمام الشافعي كان ليه موقف جميل جدا، بيقول: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيئا منه أبدا فأؤجر عليه ولا يحمدوني. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يظن أن حمد الناس له منقصة في الأجر. وفي موقف تاني عن سيدنا علي بن الحسين، لما مات سيدنا علي بن الحسين وغسلوه بصوا على ظهره لقوا فيه علامات كده سودة، فسأل عمرو بن ثابت فقال لهم: كان يحمل جرم الدقيق، يعني أكياس الدقيق، ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. وذكر ابن عائشة قال: قال أبي سمعت أن أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين رضي الله عنه. يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم القيامة: إذا جاز العباد وأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فاطلبوا عندهم الجزاء. يعني روح للي انت كنت بتعمل كده قدامهم، خليهم يدولك جزاء. تخيل لما تعمل وتتصدق وتقتل في سبيل الله، تبذل روحك وفي الآخر يبقى انت ما عملتش حاجة، انك ما كنتش طالب ربنا، كنت طالب الناس تقول، كنت طالب حسب ونسب وسيرة حلوة. مش عيب ان انت تطلب سيرة حلوة لما انت تبقى في حالة، تبقى كويس.
كويس، تبقى عايز تعمل حاجة كويسة، إنما أنت تعمل عشان يتقال أو الناس تقول عنك كده، هي دي المرأة. ربنا يحسن عملنا إن شاء الله ويبعدنا عن الرياء.